لبراع كرة القدم اللي يعني بينظمها نادي الصيد بمشاركة عدد كبير من الأندية ومنها طبعا النادي الأهلي، بتشهد منافسات قوية للغاية. دي دورة بتقام منذ عدة سنوات وقدمت لاعبين يعني كتير جدا من البراعم. تعالوا نشوف التفاصيل أكتر ونتعرف عليها من خلال هذا التقرير ونرجع بعدها نكمل كلامنا. اتفضل. النهارده الحمد لله كانت من اليوم النهائي للبطولة. البطولة بتاعت نادي الصيد البراعم بقالها 16 سنة، اشترك فيها حوالي 26 نادي، 92 فريق، حوالي 2600 لاعب، حوالي 1000 شخص من الأجهزة الفنية، إداريين وعمال ومدربين. والنهارده كان يوم النهائي وكان حاجة تفرح الحقيقة، وكان النادي الأهلي طبعا مشرفنا طبعا كالعادة، الفانلة الحمراء دي بتنور أي مكان طبعا. وبهني كابتن خالد بيبو على المستوى الهايل بتاع البراعم، حاجة تفرح. المستوى الأخلاقي للأجهزة الفنية، اللعيبة، يعني بصراحة الحمد لله رب العالمين. أنا مبسوط جدا السنة دي، واتفرجت على كورة حلوة قوي قوي لمدة 7 أيام، وإن شاء الله ربنا يدينا العمر كده ونكررها السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. دي بطولة البراعم لنادي الصيد للمرة 16، بتقام على ملاعب نادي الصيد الرئيسية باشتراك 1800 لاعب، 27 نادي. والبطولة دي بالنسبة لنا من أكبر وأهم البطولات في نادي الصيد، لأن قطاع الكرة من أكبر القطاعات جوه النادي. الحقيقة كان فيها جهد مبذول من جوه النادي، سواء كان من مجلس الإدارة أو من قطاع النشاط الرياضي أو من الإدارة التنفيذية، وكمان كان في تعاون رياضية حلوة قوي قوي ما بين الأندية كلها. سعيدة جدا بتواجدي النهارده في نادي الصيد في البطولة اللي بيقوم بيها لمدة بقاله 16 سنة بيقوم بيها كل سنة. طبعا حاجة على أعلى مستوى، إن هو بيقدم براعم كتير في كرة القدم اللي هي بتأهل شبابنا وولادنا لإن هم يلعبوا في كرة القدم في مصر. وطبعا شايفة تنظيم عالي جدا، وشايفة فرق كتيرة جدا مشاركة في الموضوع، براعم كتير جدا مشاركين. ده طبعا بيطلع عندنا النواة بتاعتنا لمنتخباتنا وللفرق الأولى بتاعتنا. سعيدة جدا بوجودي النهارده في حفل الختام النهارده ونهاية البطولة، واتمنى دايما اشوف ولادنا كلهم في احسن الاماكن واحسن بيوصلوا مصر في احسن الاماكن يا رب. طبعا يوم جميل، يعني الخلفيه باينه، احنا بنتكلم على 1600 لعيب، 5 مراحل سنيه، دي الدوره نمره 16 لبطوله نادي الصيد للبراعم. احنا طبعا بنشكر النادي الاهلي لان في فريق موجود من النادي الاهلي، احنا سعداء جدا بيها. نادي الصيد من دوره ان هو بيلعب ناشئين اكتر، يمكن بيبقى مورد للمنتخبات. احنا عندنا لعيبه كبيره جدا في من نادي الصيد، حازم امام واحمد عبد الله ومحمد فضل ولاعيبه كتيره، يعني طبعا مش عايز انسى حد. فاحنا بنكمل اللي اتعمل قبل كده، واحنا كمجلس جديد من اول اهتماماتنا ان احنا نعمل البطوله دي بصوره جميله وبصوره مشرفه، وده اعتقد يعني ان هي حاجه بتسعدنا جميعا. هي اكبر بطوله على مستوى مصر في هذه المرحله العمريه، وفرصه كبيره قوي للعيبه والمدربين والمديرين الفنيين يشوفوا اللعيبه. وعايز اقول لك ان عبر السنين يمكن شفنا كل اعضاء منتخب مصر بيلعبوا على الملعب ده في هذه المرحله العمريه، وبنعرفهم من السن ده، بنشوف تميزهم من السن ده طالع. فهو عوده للروح للملعب ونجاح كبير الحمد لله، ربنا يوفقنا ونعرف نستمر سنويا نعمل هذه البطوله بهذا المستوى الرائع. سعيد جدا بالمشاركه في الدوره دي، دوره 16 او اللي بنشهدها. البطوله ديت بطوله الناشئين اللي بيلعبها نادي الصيد، دي ده رقم 16. توقف 3 سنين عشان ظروف الكورونا، لكن الاجمل في البطوله ديت ان هي طلعت كتير جدا من اللاعبين اللي ظهروا وتم دعم المنتخبات بيهم. عندنا كهربا مثلا على سبيل المثال، يمكن وزي ما بطولات ايضا بعض بطولات الشركات خرجت محمد صلاح وخرجت بعض النماذج، نادي الصيد برده بيرعى البطوله دي من 16 سنه ومستمر فيها. أنا أتمنى أن كل الأندية يعني تركز على مش شرط كرة القدم بس، على الرياضات، لأن مصر مليئة بالمواهب لكن بيحتاجوا الفرصة لإظهار الشباب دوت أو المواهب دي. فالبطولة دي أعتقد أن هي من أحد الركائز اللي بتمد المنتخبات وبتمد الأندية بمواهب رياضية في كرة القدم. فبنشكر نادي الصيد أن هو بيرعى البطولة ديت وداعمين ليها وداعمين لأي نادي بيحاول يعني ينمي مواهب الناشئين في مختلف الرياضات. طبعا الدورة دي
بالنسبه لنا كمجلس اداره جديد دي كنا عايزين نحيي الدوره اللي هي بقى لها 20 سنه يمكن ما اتنظمتش السنه اللي فاتت، وكنا طبعا حريصين ان احنا نرجع التقليد اللي بقاله فتره طويله جدا. دوره نادي الصيد دي ليها تاريخ وليها دور كبير في الكوره، وطبعا احنا يعني كنا فخورين ان كل الانديه دي تشترك معانا وسعداء بالتجاوب بتاعهم ان هم اشتركوا عندنا في الدوره دي. والحقيقه كان يعني اللجنه المنظمه عملت دور رائع الحقيقه عشان تطلع الدوره بهذا الشكل الجميل يعني.